السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه قلم دوت اي اي، ده عبارة ان هو بيراجع الرسالة اللي انت كاتبها، الجملة اللي انت كاتبها، الايميل، فيتأكد ان مفيش اي اخطاء املائية او لغوية، عربي او انجليزي، في ترجمة فيها مشكلة، في همزات فيها مشكلة، فيبدأ ان هو يراجعها ويتأكد من الصحة بتاعتها. فهو جميل جدا، بالذات ان هو في اللغة العربية قوي، بيقدر يعمل لك التشكيل، يغلق لك التشكيل، في تدقيق إملائي، تدقيق نحوي، تحسين الصياغة، تشكيل تلقائي، تحليل شعوري، تدقيق إنجليزي، في التفكيك، عندك أي جملة تقدر تعملها إعادة صياغة، ممكن تقول له اشرحها بشكل أكبر، يعني بدل ما هي سطرين خليها 4 سطور، ممكن تقول له لخصها لي، يقدر يساعدك في موضوع الترجمة من اللغة العربية للإنجليزية أو العكس، ممكن تستخدمه في المتصفحات المختلفة، المستندات، الترجمة، مراسلات، بريد إلكتروني، معاك في التواصل الاجتماعي، في ناس كتيرة جدا بيعتمدوا عليه. فأتمنى يعجبكم، ممكن تحمله على جوجل بلاي أو في أبل. أتمنى إن شاء الله الموقع يعجبكم.